معالي الوزير، احنا نبغى نعرف احنا عاد بالنا هاي الظروف الامنيه الاخيره شنو تقييمكم للحاله الامنيه؟ دركناكم راضين عنها، ظاهركم الوضع عاديه طبيعيه تحت السيطره، والله ظاهركم انه فعلا امام انتشار كبير للجريمه المنظمه في البلد وفي العاصمه بشكل خاص للاسف الشديد. وانا بعد هون اسمحوا لي معالي الوزير، وصلكم نبض المجتمع الموريتاني، وصلكم شعور المواطن العادي عن المواطن خلال هاي الفترة عاش قدر من الصدمة والخوف والذعر، غير بهش بهدي لاخرج عمله ما هو آمن أنه يرجع سالم، لاخرج عنه طفيل للمدرسة يرجع له مطعون في كثير من الحالات، لاخرج حد يدبرش من شؤون بيته أحيانا للأسف تغتال أيادي الغدر، إلى بيت تمرة قافل عليها دارها أحيانا ما تسلم روحها، وفي أحيان كثير للأسف ما يسلم شرف. منين يخلق الخوف معالي الوزير؟ سيطر شوية على الناس، لازم فينا نشد الأخبار بطريقة وطنية، وزين في الجهات المسؤولة تقعد وتحدد مواطن الخلل تعرف شن هي وتحاول أنها تعالجها بشكل سريع بعيد عن ردود الأفعال وعن الانفعال الأمني اللي شناكنا تخلق جريمة نشوفه يخلق شمنا زيادة الحضور وتعزيز الحضور تخلق شمنا المداهمات، هذا مهم غير معالي الوزير هذا ما هو الحل، ولا أثر الله اللي عنه يقدر قالوا هاي قالوا تسكات قالوا ذر رماد في العيون، غير ما هو الحل للواقع اللي نعيشه للأسف.